في ظل ظروف صحية استثنائية ومعطيات اقتصادية صعبة، تعود الجزائر إلى مسار النمو وتسجل انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن اقتصاد البلاد من العودة للنمو بفضل النتائج الإيجابية المحققة في شتى القطاعات. فنسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1%، وهي نتائج تظهر أن الوضع الاقتصادي للبلاد في عافية تصاعدية. الميزان التجاري بدوره حقق فائضاً ب1.04 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي سجلت مستوى تاريخي غير مسبوق منذ الاستقلال، محققة قرابة 5 ملايير دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها. تمكننا من تحقيق ميزان تجاري فائض، ميزان تجاري قدر بأكثر من مليار و40 مليون دولار. تمكننا من تحقيق يعني تصدير خارج المحروقات بنسبة 4.5 مليار دولار في 30 نوفمبر. السنة المنقضية كانت أكثر سخاء من سنة 2020 من حيث مداخيل البترول بعد انتعاش أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وجهود منظمة أوبك وحلفائها من أجل الحفاظ على توازن السوق، الأمر الذي سمح بمعادلة كفة الميزان التجاري والمحافظة على احتياطي الصرف في حدود 45 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي بعد سنوات من التآكل السريع. وعلى غرار بقية دول العالم، زادت الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد من النفقات الموجهة لمواجهة الآثار المالية للأزمة، ناهيك عن الآثار الملموسة للتضخم الذي ارتفع إلى 5% بنهاية السنة مقابل 4.2% سنة 2020 بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي وتكاليف اللوجستيك، وهو ما دفع لارتفاع الأسعار محليا. ورغم هذه الوضعية لم تلجأ الجزائر إلى طبع الأوراق المالية وللاستدانة الخارجية، حيث تم تمويل الخزينة بشكل كلي من خلال اللجوء إلى آليات الخزينة وصندوق ضبط الإيرادات. سنة 2021 استمر فيها انتعاش القطاع الفلاحي الذي يساهم بتغطية غذائية تساوي 73% من الإنتاج الوطني بقيمة 25.6 مليار دولار، ما سمح للبلاد بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين رغم الاضطرابات المتكررة في التوزيع والمضاربة، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية لإصدار قانون يجرم المضاربة للحفاظ على وفرة مختلف المنتوجات.